كريزي هبلونا مع سامير غير الهول رمزي بالغربة مغروم دادي بالخدمة محروم يسلم بكري خر مليون من الجن يخلع فينا هذا حكم غير محترم دادي راح صوت بلوك هذا ميكرو هذا قاعد بيع ما كاين طاش بلوكي تقدم 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 خي مهبول يا اسمع دخلتو فيروس ما جامي دخلوا فيروس كيف دخلتوا فيه وين دخلت؟ انا خاطيني شو ما حامد قالك حاجه والله غير عندهم الحق سير ايادي خارجيه عباكش ما خلط وما عباش كشسيت ولا ايادي خارجيه عطاوه تمتم تشوف النشره بدي تروح فيها واش ايادي خارجيه؟ فاش ايادي خارجيه انت شوف الضربه الالجيري كي تخلطت الزيت السكر الدنيا مقلبه شكون نوض عليك؟ ايادي خارجيه يا خويا بزاف زدتونا انتم عباكش متى قصونا خلاص قصونا الوقت سبحان الله الزيت الزيت هكذايا يطلع من 65000 ل 85000 ها خو دبر راسك بزاف نسينا ولا غير خلط على البلاد فلا فمك ماشي خلط هذا ها نحرقها حبيت دير فتنه في هذه البلاد انتوما الايادي الخارجيه انتوما شوف ايادي خارجيه هادو حيب يخلطها ما كنخلصش على شانسي لا بريزون يلا الحبس سمك هكا بدات ايادي خارجيه ايوا من هذاك النهار خلاص تقلبت الدنيا راحت فيها ودخلت فيها اللوبيه الصهيونيه والمشاكل ايه بصح نقول لكم حاجه ايادي خارجيه هاديه قاصد ما مدونا تهنا الكبار هذوك ورانا في بحبوحه كبيره وما لقيناش نديرو بها لازمنا شوف لازمنا اقتراحات شابين والحمد لله عندي واحد لي كونسي عطاوني واحد فيهم قال لي واش رايك نجيبو 5000 نخله 7 ملايين ونص ديال الوحده شوف رايس اذا جابو من اسبانيا انا نقول لك تروبيكال وهذوك ينجحوا هنا في الجي مي بصح اذا تاع بسكرا غير خطيك حنا حنا نستعملو منتوج بلادنا هذه هي وينجح ينجح ان شاء الله حاجه ثانيه واش رايك ان شاء الله نديرو اكبر مسجد في افريقيا والثاني في العالم نفسح كاين حاجه حنا راني نشوف بلي الشعب خصه السبيطارات كاين ناس اللي تحداوي في الخارج هذا يعرف بزاف حبس سبيطارات ما كانش هنا حنا لازم نروحو نحبو نفواياجي ما حطو نطلعو خلينا مشاكل لاخر ما كانش سبيطارات هنا خليهم عندنا تاع بكري سلام عليكم ونزيدو ان شاء الله نديرو حاجه شابه فور هذه عبك هي المير كاع دير 12 مليار دو دولار معليش ساعدونا نديرو طريق السيارة شرق غرب هذا ما كان 12 مليار دو دولار طريق شرق غرب الالمان دير طريق شرق غرب غير 3 مليار دولار عباك داروا مام واحد طريق السيارة يشرب الماء اش كيتصب في الشتاء يشرب الماء سيرمون انتوما حين تجيبوا هذاك الكارافي ما نسحقوش حنا عندنا البيطون تاعنا عندنا الكودرون تاعنا عندنا كلش حنا بيطون تاع الجزائر 12 مليار دولار اش فيه هذا كيشرب الماء تاعنا يخرج الماء احنا اللي نخرج الماء احنا الماء اللي يخرج هكذايا ونقدروا نديروا سباحه قولوا آمين. 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 امين 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 يا ربي امين يا ربي اغفر لنا ان شاء الله ان شاء الله هي الراي تزيرنا راحت البربوحه البحبوحه يا رايس البحبوحه جانا تقشف يا لطيف هي تقشف انتوما اللي جبتوه مشروع 5000 نخله باينه النخل تاع بشار ما ينجحش في الجي ماشي حنا ماشي حنا ايادي خارجيه ايادي خارجيه هما وهذاك المشروع تاع 12 مليار دولار يا عجبه ديري لي شق خرب طريق معوجه طريق مايله قتلتو كاع الناس ماتوا قتلوهم شو قتلوهم ايادي خارجيه مزيان اللي درتو هذاك المسجد هذاك المسجد مالغي ما درتو السبيطارات مي درتو مسجد هذوك مزيح حنايا اللي درناه ماشي ايادي خارجيه الحمد لله يا ربي ان شاء الله هذوك المؤمنين اللي يصلوا تماك يدعوا لنا هكذا باش ربي يغفر لنا امين امين قولوا امين امين يعني نتقشف هدايا والله ما نكذب ايه تسمى هادي دوك اللي تكوفراو بها هادي هي يعيطوا لها انستيزي جينيرال هادي عبا كيفاش نيمبور دوك اي دومين عنده كاش بروبليم ولا اوب يبلاصيها هادي سامح شوف اش بناو خو اول شيء واش خو هادي المسكه هاي غاليه هادي تاع 100 هاي غاليه زادولها بس كيما روح نحوس عليك يا خواطيني ماشي انا يا اخو ماشي انا يا اخو شافتك عيني اجي ايدي خارجيه يا اخو ما انا ايدي شكون ايدي خارجيه يا اخو انا خاطيني يا اخو كي ولات ايدي خارجيه يا اخو ربي يعاونك خويا انا خدام على ولادي حبيبي اسمح لي
اسلام بركة فيك على بال عندوش فيزا كاش عمو طويلة مزيان هاك خويا عندي مدير ثاني تانيك يا خويا ما عندكش كسر دير موندي فيزا رحت فيها قلت خطرات خويا كي جات فيا ولات مخلطه قالوا لي فلانكليز راح يعني طيب ما هو ما والو ايادي خارجيه وما لي خلطوا باش حنا لي زاجيريا ما ندفعوش فيزا انا على بال صلاح ايادي خارجيه انا كودا تاعي انا بعت له 23 خو يا من طلوع واش انا ويدي 18 خو طاحت البون ولا شي حاجه ولا غير ايادي خارجيه هذه ايادي خارجيه لازم تخسر تحبس خلاص ما حنا صابوه خويا لا خاطر رايح يا خاطر خويا لازم ها خلاص شتشو خويا العزيز انا خاطري ايدي خارجيه يا خويا انا خاطري جيبوا ان شاء الله السلام عليكم اش حق تو كابيتان تاعك هاي كابيتان نروح نشوفو مع هذا يا واش كاين تعاونوني في الماتش الماتش نتاع حنا عبق بلي ما نلعبوا على والو هكا كل سيبورتير يحبوا لو كان نجيبوا الماتش خويا تعاونا نعاونو هذه فيكم هذه دينار خويا ما نسحقش دينار لا هذا عربون كاين اورو ها مليحه مليحه شو حكم انت لي جوال وصيهم يديروا لي هذه كان دو طروا ستاتشي نسحقها في السطح سيبو ان دو طروا ستاتشي حاج انت لي جوار تاعك راني شتهم ما كان والو وحدهم فصل فصل يراطيو واش بدا بون لي كاميرا نحينا قال لي كاميرا راك تعرف باش ما تدخلش الفيديو وما تكسرش راسك وجلي شكاره بون ليكي بريما اليوم فور اليوم بريما خلاص خرجنا من الغرقه خوتي لازم صبار لازم بانكم شنو صبار انت لازم نجيبوا الماء يا جماعة ما كانش خلاص سي بون اليوم لازم تطلقوا الصباط اليوم شوف تعرفوا عندي طلب ستاتشي انا عندي طلب ستاتشي احبسوا هكا خليهم يلعبوا يماركيو انتايا انت غارديان تولي اتاكون انت اتاكون تولي غارديان جوستومون انا اللي نعسان انت تولي بون خلاص خاوتي لازم اليوم نخسروا بريمار لهنا هاي صحيح هاي نيت في اليد السلام عليكم سكسوك الكابيتان اش صارت فضيحه في المباراه هذه حكونا واش كان شنو صار يا صاري والو يا خويا انا ما عنديش دروا نهضر شوفوا مع البريزيدون تاعي سؤال بوكس جيب لي كاميرا الرئيس نسقسي صارت فضيحه ويقولوا بلي المباراه تباعت احكي لنا واش كان لا لا انتوما هادو ما يحبوا يديروا الفتنه هادو الصحافه ما صارت ني مباراه مبيوعه ني والو شفنا الفيديو الرئيس شفنا الفيديو هذاك مونتاج ما كاش منها نتوما ايادي خارجيه حبيتوا ديروا الفتنه بين المناصرين الناس كامل فاقوا لكم الناس كامل فاقوا لكم الناس كامل فاقوا لكم لا واه لا واه يا دولا ما نجيها هادي السير مو ايادي خارجيه هي اللي يدير هكا هادو الحق What is your name? ضحكت عليك هاي قولوا ها حاجة حاجة مليحة ونشوف تمر ونقلت انا حاجة اللي ما فهمتهاش في الجزائر حاجة تكون فارغ حتى تبدا تفيلمي قايد دخل والله ما على بالي 100% وما يعطيكم الصحة صحة رمضان وان فيف زنقا كريزي السوق الاول السوق الاول العام اللي فات العام اللي فات ولو هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع هاي طلع يطلعوا غير يطلعوا كش حطاو 125 كترولة في البرميلة يطلعوا مليح مليح صرا لك انت بروبليم صغير زعما ما على باليش هاي زعما هاي انت هاي دي خارجية صفر صح وما اشهيز